أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا بسوق ببان تبع حكومة حمادة ومعاكم قناة المواشي اليوم يوم 10/7/2023 وتعالوا نشوفوا أسعار البقر الوالد في سوق ببان. اللهم صل عليه كنب. الله أكبر. صباح الفل يا غالي. صباح النور. عرفنا باسمك. أحمد الحاج أحمد جماعة قبيل. حاج بايم الحاج احمد جمعة قبيل. بايم الحاج احمد جمعة قبيل. قاعد فين الحاج احمد جمعة قبيل؟ النقيدي. النقيدي تبع حكم حماد. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنب. الخالف ذكر يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنب. بسم الله ما شاء الله. كم ولد الله يا غالي؟ حلبينا كمان. بسم الله ما شاء الله. كم ولد الله؟ الثالث اهو. ثالث ولد. بسم الله ما شاء الله. ذكر صلاه النبي عليه يا جماعه. الله اكبر. عامله كام الله اوكي؟ بسم الله ما شاء الله. عامله كام؟ عامله كام؟ 56 و100. 56 و100. بسم الله ما شاء الله. والثانيه دي والشابه دي وراها انتهي. الله اكبر. ب 46 و200. 46 و200. الحاج محمد عبد الواحد ايتيل بارو. الحاج محمد عبد الواحد ايتيل بارو. صباح الخير يا حاج محمد. كل سنه طيب يا حاج محمد. الله يقويك ويعينك. الله اكبر. الثانيه 46 ودي ب 56 و100. 56 و100. كام الرقم؟ 015 015 55 75 72 42 8-0. اي حد يتواصل معك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاك. الله يصلح حالكم وتوصلوا بالسلامة يا رجال. اللهم صل عليك. قصر اربع سنات العشر اربع. قصر اربع سنات والعشر اربع. ب 37000 والله. 37000. بسم الله ما شاء الله. العشر اربع وقصر اربع سنات. الله يبارك لك. وثلاثات لب. حاج حمد الشيخ احسن راجل يا حاج. معكم حاجه ثانيه غيري؟ يبقى كل سنه طيب. لا والله كل باب كله امبارح. الله يبارك لك. طب ادينا الرقم يا حاج حمد لو حد عايز حاجه. 011 50 054 53 54 53 54 54. اي حد يتواصل معاكم تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعملوا معاه. حق حمد الشيخ. الله يبارك لكم ويصلح حالكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعة داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.